اليوم هو الصمت الانتخابي، يوم غد هو يوم الانتخاب، يوم الاقتراع. اليوم أمس حقيقة كانت هناك انتخابات، لكن التصويت الخاص ليس كالتصويت العام. التصويت العام عدد مقترعين أكثر، ناخبين أكثر، لذلك هو من يحدد الفائز من الخاسر، هو يحدد القوائم، المرشحين، الكثير من الأمور. لذلك يوم غد هو يوم الانتخابات، هو اليوم الأساسي الرئيسي، هو من سيحدد بنسبة جدا كبيرة الفائزين والذين سيكونون تحت قبة البرلمان لتمثيل الشعب. وهذه المرة الشعب يتأمل أن يكون التمثيل حقيقي، أن يكون النواب الجدد قد يكونون أفضل من السابقين. هذا ما يتأمل الجميع. هنا في محافظة الضيقار سريان الأمور طبيعية، حركة المركبات، لا يوجد قطوعات، لا توجد هناك قوانين حظر التجوال أو غيره. يوجد بعض الطائرات اليوم في أجواء محافظة الضيقار صباحا، وأيضا في بداية المساء قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن هناك طائرات تحلق فوق أجواء الناصرية، باعتبار لدينا قاعدة الإمام علي الجوية، لكن هذه الطائرات هي لتأمين الأجواء من أجل اقتراع يوم غد.